طبعا انا لو بايدي اطلع لكم الجداول بتاعه الحركه، حركه التغييرات الصحفيه على مستوى رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات للمؤسسات المصريه القوميه. فلكن كل اللي اقدر اقوله هو الف مبروك للكل طبعا، وان كان في مجموعه من ما شاء الله تم تصعيدهم اصدقائي، ومجموعه ممن تم التجديد ليهم اصدقائي، فانا سعيد الحقيقه باصدقائي جدا، وتهنئتي القلبيه والله حتى للناس اللي هم زملاء واصدقاء برضو، يعني يمكن ما احناش اصدقاء ولكن اكيد زملاء مهنه وما الى ذلك، فالف مبروك للكل. خليني هنا اخد واحد من اعز اصدقائي اللي تم التجديد ليهم، الكاتب الصحفي الكبير استاذ احمد ناجي امحه، رئيس تحرير مجلتي السياسه الدوليه والديمقراطيه. اهلا 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 والف مليون مبروك يا استاذ. استاذ يوسف اهلا بحضرتك، كل الشكر والتقدير للكلمات الثناء اللي حضرتك تفضلت بيها بحق مؤسساتنا القوميه التي تحمل رساله الدوله المصريه التي ما زالت تدافع عن، ويمكن حضرتك مطلعني من اجتماع الهيئه الوطنيه للصحافه. اوبا. واستجابه من المهندس عبد الصادق السرباجي طبعا، ان قال لي لا لازم لازم نؤكد ان الصحافه القوميه والمؤسسات القوميه هي عمود مهم جدا في معركه الوعي اللي بتخوض الدوله المصريه، ولكن اسمح لي كل الشكر والتقدير لزملاء اعزاء تركوا مناصبهم ادوا ما عليهم في الفتره اللي صحيح. فاتت، ويمكن الاجتماع ده تمت الاشاره الى مجهوداتهم، وتمت المطالبه بتفعيل الجهود من اجل مزيد من التقدم والنمو في قدرات وامكانيات الاصدارات عن المؤسسات القوميه المختلفه. علينا مهمة ثقيلة جدا الفترة اللي جاية، لابد أن نعبر عن الدولة المصرية، لابد أن نكون حائط صد قوي ونستمر في الجهود اللي بذلت طول الفترة اللي فاتت، طبعا بالتعاون مع زملائنا في الإعلام. يمكن المنبر بتاع حضرتك منبر شرفت أن أنا أكون ضيف معك ده الشرف أكثر من مرة، الشرف لينا، وده دورنا المتكامل. في النهاية احنا بنقدم صورة الإعلام المصري، احنا قادرين ان نقدم نماذج مشرفة، لا ينبغي علينا ان نتوقف كثيرا امام معاول الهدم، ولكن ينبغي ان نكون علينا الآن رأس الحربة التي تهاجم وتدافع عن وطن ينتصر في معركة الوعي، وبإذن الله هننتصر يا أستاذ يوسف. أنا مش عايز أعطلك على الاجتماع، بس أنا اسمح لي بسؤال كمان، ألا وهو أنا هنا بكلم كاتبا مسيسا ومحللا سياسيا وصحفيا كبير ومرموق، التحديات اللي حصلت خلال التسع أو العشر سنين أمام الدولة المصرية ومستقبلها كوم، والتحديات اللي جاية خلال خمس أو ست سنين تانيين أظنها كوم أكبر بمراحل، لأنه إحنا بنتكلم على خريطة دولية بيعاد رسمها وبتعاد صياغتها وصياغة توازناتها. هنا بقى أستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس التحرير والكاتب الصحفي هيعمل إيه في السياسة الدولية والديمقراطية؟ في مكون مهم جدا يا أستاذ يوسف، يمكن المهندس عبد الصادق الشرباجي في هذا الاجتماع كان بيطالبنا جميعا بالتطوير في الإصدارات. يمكن في حاجة مهمة جدا في الفترة الأخيرة بالفعل هي مش واخدة حقها في المعالجة. المكون الاقتصادي اللي هو لب الصراع الدولي في هذه اللحظة. الصراع الدولي لو بصينا له هو صراع جيوبوليتيكي قايم على المكون الاقتصادي في قلبه. يعني صراع مركب. صراع مركب بمعنى ان لا يمكن ان نفصل الصراع السياسي الجغرافي الذي يدور على الارض بين قوى النظام الدولي القديم والجديد في الحرب البارده الجديده اللي احنا كلنا عايشينها، ونغفل المكون الاقتصادي اللي هو اساس كل ما يحدث في العالم. لا يمكن ان احنا نظل
يعني لا نقدم معالجات دقيقه ومباشره وصريحه في اصداراتنا عن المكون الاقتصادي. المكون الاقتصادي هو لب التفاعل، الارتباط بين السياسه والاقتصاد هو ارتباط اصيل. يمكن احنا كنا ابتدينا في مجله الديمقراطيه ان احنا عملنا ترسيخ لفكره الديمقراطيه وحقوق الانسان من المنظور المصري الشامل لحقوق الانسان والديمقراطيه. الفترة اللي جاية إن شاء الله سنركز على البعد الاقتصادي، سنركز على معالجات اقتصادية تزيد من إثراء المكتبة الأكاديمية المصرية والعربية بكتابات دقيقة تحاول أن تعالج المشاكل الآنية والمشاكل المستقبلية وتضع الحلول لها. خدتها من على لساني. أنا يمكن كنت هفكر معاك بصوت عالي إنه يمكن احنا شويتين محتاجين المزيد من استكتاب اقلام مصريه وعربيه واوروبيه وامريكيه في الصحف والمجلات بتاعتنا. وفقا يا استاذ يوسف، وخلينا هنا، وفقا للسياسه التحريريه طبعًا المتمسكه بثوابت الدوله المصريه. طبعا طبعا. ومن يكتب ويجافي الحقيقه بحق هذا الوطن، الف سلامه، بكل امانه وبكل صدق سنكون رأس حربة تتصدى له، لأن هذا الوطن ينبغي أن ينتصر عليه في معركة الوعي. وتاني إن شاء الله هننتصر، وإن شاء الله هذه المجموعة اللي موجودة في قلب الاجتماع من السادة الزملاء الأفاضل جميعا في كل المؤسسات، المهندس عبد الصادق الشرباجي مستبشر خير بما يطرح في هذا الاجتماع، وحدد الأطر اللي ينبغي فيها التفاعل بين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير. استمعنا إلى كلمات في غاية الدقة والوضوح والمباشرة بما يتعلق بالسياسات التحريرية وبالمشروعات التي يمكن أن تحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات منتجة، إلى مؤسسات قادرة على التعبير عن الموارد البشرية الموجود فيها، قادرة على الوقوف على قدميها مرة أخرى والتخلي تدريجيا عن أن تكون ثقل أو عبء على الدولة المصرية. انا عايز اشكرك، وسلم لي جدا على المهندس عبد الصادق الشرباجي، واشكره لي انه يعني خلانا نعرف ناخد الكام دقيقه دول. كل الشكر كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجلتي السياسه الدوليه والديمقراطيه.